خلال ندوة صحفية، هيئة الدفاع عن عائلة شهداء الثورة وجرحاها تصف الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية بالجريمة في حق الشهداء. بذور مستوردة تسبب خسائر فادحة لعدد من الفلاحين في ولاية صفاقس ولجوء للقضاء لاسترداد الحقوق. ممثل وكالة الأصفار البولونية يواصلون زيارتهم الاستطلاعية الترويجية ويقولون بقصر غيلان في الجنوب التونسي. النشرة المسائية الأولى للأخبار، أهلا بكم. عقدت هيئة الدفاع عن عائلة شهداء الثورة وجرحاها اليوم في العاصمة ندوة صحفية لتوضيح موقفها من الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية. وقد وصفت هيئة الدفاع هذه الأحكام بالجريمة في حق الشهداء التي يجب تداركها. والشهيد يقتل من طرف القضاء العسكري، هذه أول جريمة على مستوى الإنسانية تقع، ومع الأسف تقع في بناها البلد الذي انطلقت منه الثورة. في صفاقس وبعد موسم الزرع والرعاية، تفطن بعض الفلاحين أن البذور غير صالحة، ما تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة. الضربة كانت موجعة واللجوء للقضاء أصبح ضروريا بالنسبة لهم. علي دمق، فلاح من صفاقس، ظن أنه اختار من البذور أحسنها ومن الأرض أخصبها، ولم يبخل بالماء والجهد والمال، لكن المحصول أدخله في حالة من الذهول. مشكلة في الزريعة، معناتها متأكد منه مشكلة في الزريعة نتاع الفقر. لأنه يعني السيد المزود أكد لي، قال لي صحيح راهي الزريعة طلعت مضروبة. ميسرة نتاعي، أنا الأرض كريعة على عام كامل، ميسرة نتاعي هذه مسرتي أنا. وأنا عندي كنابل وشيكات على البلاستيك وعلى الغبار وعلى التور باش تطلع الغرسة دي، بس ولي كعبة فقوس باش المواطن تصل له سليمة وباهي ياكلها. علي وإخوته وجيرانه من الفلاحة الآخرين تخلوا منذ سنوات عن البذور المحلية واعتمدوا على البذور المستوردة بحثا عن الكم والجودة، لكنهم أحيانا لا يحصدون إلا غلاء أسعارها وتبعيتهم للشركات الأجنبية في البذور والأدوية. عندنا شيرة معناتها متحسنة وشيرة تشبه هذه برشا نفس الحالة. حصلنا في الطماطم وسكتنا، ناخذوا معناتها على الأول جي كعبة خشينة بعد تولي جويدة، نعطيو الدوية النيترات واحد تقعد ديما جويدة. الفقوس كيف كيف، معناتها إلى متى؟ ما ثماش يكون يراقب، ما ثماش زرع على الداخل هكاك، الفلاح عايش فيها مجية وبر. والسمونس هذه ظهرت اللي كونها معناها بالكشف كونها سمونس غير سليمة، وبالتالي نحمل مسؤولية كاملة للمورد والإدارة المراقبة الجودة في وزارة الفلاحة، اللي هي لازم تقوم على علم بالشيء هذايا وتقوم بالإجراءات اللازمة مع المورد هذايا. السؤال المشروع هنا، هل تتم مراقبة هذه البذور قبل فوات الأوان؟ حتى بذور ما تدخل إلا ما تصير عملية المراقبة اللصيقة والمراقبة المدقة وأخذ العينات وإرسالها إلى المخبر الوطني مصدق عليه، مخبر مصدق عليه على ضوء التحليل، احنا نقوموا سواء بقبولها ندخلوها ولا نعود نرجعوها للمواطن الأصلي مهما كانت الوحدة. هذه بطرق قانونية على مستوى نقاط البيع، نقوموا احنا بمرتين في العام، معناتها عندنا مراقبة البذور الشتوية والصيفية. خسارة الجهد والمال التي مني بها الفلاح علي سيحاول تعويضها عن طريق القضاء، أما المحصول وبذوره فقضية أخرى تدعم مشروعية الحديث عن ضرورة العودة إلى استعمال البذور المحلية. وفي سيدي بوزيد، دخل اليوم أعوان وإطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في إضراب عن العمل لمدة يومين، كما نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، أما مطالبهم فكانت مهنية. باب المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مغلق إثر تنفيذ أعوانها وإطاراتها إضرابا عن العمل لمدة يومين. بعض المواطنين عبروا عن استيائهم لتعطل مصالحهم. انا عندي مصالح نتاع قرض، نتاع قرار نتاع قرض، فهمتني، وجاي عندي خاطر عندي التزامات مع مزودين، ما راني كان نلقاهم مقرفين. علاش مقرفين؟ ما زلت ما نعرفش علاش، ما زلت مش عارف علاش.
شنو ذنبنا كي قرفوا الا كان نلقاها الاداره مسكره وانا متعطل تو جيت من السبالة نمشي ونجي ونلقاها وهي اليوم متعطله الا غالب ما عرفتش كيفاش نعمل. وطالب المحتجون بتمكينهم من التغطيه الاجتماعيه ومنحه الخطر وذلك خلال وقفه احتجاجيه نفذوها امام مقر المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه. وقع انتدابي في إطار العفو العام في سنة 2013 ثم ترسيمي في جويلية 2013 ثم إعفائي من العمل في جانفي 2014. أنا هنا نتساءل الوضعية أنه في ظرف عام يصير هذا الكل. أنا أطلب أنه بيرجعي للعمل في أقرب وقت. أول مطلب هو إرجاع المهندس أول عبد الرزاق، إدماج العملاء المسترسلين الذين تم إقصاؤهم من قائمة المعنيين بالتسوية، تمكين كافة الأعوان من التغطية الاجتماعية اللي هي هذه استحقاق ثوري، الإسراع بالتسميات في الخطط الوظيفية. حقوقهم ضاعت، يخدم لك 20 سنة 25 سنة ويخرج ليها على رأسه، لا انتريت لا شيخوخة لا حتى شيء. نحب كالضم خدمات لأنها ما تمتعناش بها بعد ضمنا في سنة 2000 كمسترسلين، نحب كالضم خدمات. كما طالب المحتجون بضرورة الإسراع بانتداب بقية عملة الحظائر المسترسلين خلال هذه السنة بالإضافة لاعتماد الترقية الآلية في الصنف على غرار الوزارات الأخرى. في سوسة نفذت قوات الأمن الداخلي وقفة احتجاجية مساندة لزميلهم الموقوف بتهمة قتل نفس بشري عمد، وذلك على خلفية مقتل شخص في مطاردة لعدم امتثاله لتعليمات أعوان الأمن الستر فرد. وقفة احتجاجية نفذها أعوان قوات الأمن الداخلي أمام محكمة الاستئناف بسوسة تضامنا مع زميلهم الذي تم إيقافه بتهمة قتل نفس بشرية عمدا، وذلك إثر مقتل شخص خلال عملية مطاردة لعدم امتثاله لتعليمات أمنية بمنطقة كوندار. طبق القانون تمشي الحبس، هكا هو ذاك سجمه يقول لك طبق القانون تمشي الحبس. هاو زميلنا ديجا في موقفه خاطر طبق القانون ما تطبقش، عيش كما تحب. السيد من رادش جاي به كهرباء مسروق ومحكوم ب 12 عام وموش كذا فهمتني، وحب يضرب الزملاء حب يقتلهم عند كيموت نورمال الزميل عادي. وزارة الداخلية طالب وتعاود معناها في الامتثال للوقوف لأعوان الأمن، إلا أنه باقي الناس متعنتة. اليوم احنا أصبحنا نطبقوا في القانون، أصبحنا موجودين في الحبوسات. احنا تو مع تفعيل القانون قلنا لي احنا تو 69 لكن بالطريقة اللي نحميه بها معناها البلاد متاعنا ونكونوا احنا محميين، مش نخدم من بعد نصبح في الحبس. نحن رجال قانون نطبقوا القانون، نطالبوا يخرج في حالة سراح وخلي غير الإجراءات القانونية تاخذ مجراها. بعض المواطنين كانوا حاضرين لمساندة رجال الأمن. صراحة كنا نعيشوا في أمن، كنا لاباس علينا نخرجوا في الليل في النهار عادي، المرأة تدور في أي وقت. تو أختي نخاف، إني مرأة إني نخاف على روحي، في كل دقيقة خاف على روحي. محامي العون الموقوف برأ موكله من التهمة المنسوبة إليه وطالب بالإفراج عنه. مش نية القتل غير متوفرة، نية إطلاق النار غير متوفرة، ما فكرش باش يطلق عليه النار من الأساس، وبالتالي فإن الأركان القانونية لجريمة القتل العمد غير متوفرة. قدمنا أمام السيد حاكم التحقيق بالمكتب الرابع وطلبنا تكليف خبير مختص في الأسلحة باش يعين لنا البندقية هذه ويشوفها يلندرا قابلة للاستعمال صالحة أو غير صالحة. لم يتم الاستجابة إلى طلبنا. وتبقى بلادنا في حاجة إلى الأمن للحد من الإجرام والتصدي لظاهرة الإرهاب. طالب أهالي ولايتي تطاوين ومدنين باستئناف أشغال إيصال السكة الحديدية إلى ولاية مدنين، هذا المشروع الذي توقفت أشغاله منذ 26 سنة بعد أن تقدمت بنسبة 40%. 26 سنة مرت على توقف أشغال إيصال السكة الحديدية إلى ولاية مدنين، أنجز منها الجزء الأهم باقتناء الأراضي وتهيئة المسار وتركيز الجسور، وتجمد هناك المشروع. واليوم شباب وأهالي ولايتي مدنين وتطاوين أعادوا الملف إلى واجهة الأحداث مطالبين باستئناف الأشغال. مشروع هذا قداش باش يرجع بالنفع للولايتين هذوما، وكانت حملة ناجحة وجمعنا فيها ما يقارب 23 ألف توقيع، حملناهم يوم 9 جانفي 2014 لسلطة الإشراف ممثلة في السيد وزير النقل، وتم التجاوب معنا ثميكا معنا شوي يعني وفهم القبول المبدئي. إيصال السكة الحديدية إلى ولاية مدنين ومنها إلى تطاوين مطلب شعبي لمواطني الجهتين الذين تكبدوا مشاق التنقل طويلا، ويسنده رجال أعمال ومستثمرون دعما للتنمية والتشغيل بإقليم مدنين تطاوين. والحلم هذا يراغب كل أهالي مدنين شباب، معناها حكم أن أكثر التلامذة وأكثر المواطنين معناها يقروا في الشمال
معناها ويستعملوا اللواج والكيران وكثرة الحوادث معناها والسكة أول الضرورية ضروري للنقل للاستثمارات راهي بدون سكة حديدية النقل أراه غالي راهو في الكميين راهو غالي بعيد على التوصيل للبضايع نناشد معنا مع بعضنا كولاية تطاوين ومدنين وبيغ الأحمر وجماعة كل على أساس باش نعملوا الإيصال السكة الحديدية للولايتين هذوما اللي عندهم أثر إيجابي كبير ياسر حتى على الدورة الاقتصادية وتحل مشكلة كبيرة ياسر لأهالي ومدنين وتطاوين أنا جماعة بيه الخيان أنه المشروع هذا بطبيعة الحال باش يكون في تناسق وانسجام مع برد جرجيش إن شاء الله توا قبل ما جيت أنا تأكدت أنه فما الخط بين جابس ومدين تحت الدراسة وإن شاء الله نعملوا من نختصوا حتى جهد باش ننطلقوا في الأشغال باش على الأقل يكون فما رسالة متاع تشجع أهالي المنطقة توقف المشروع ولم تصل السكة ومواطنون في الانتظار ويأملون أن لا يفوت القطار أو لا يتأخر أكثر من مكان خميس ببطان التلفزة الوطنية التونسية من على مسار سكة القطار مدنين حل بقصر غيلان في قبلي وفد من الصحفيين ووكلاء الأسفار من بولونيا في زيارة استطلاعية ترويجية الزيارة تهدف إلى مزيد التعريف بالسياحة التونسية عموما والسياحة الصحراوية بالخصوص تتواصل رحلة الوفد الصحفي وكلاء الأصفار البولوني وهذه المرة كانت قصر غيلان من ولاية قبلي إحدى الوجهات السياحية التي استقبلت ضيوفها رحلة استطلاعية استكشافية وقف خلالها الوفد على أهم المقومات السياحية والبيئية التي تنعم بها صحراؤنا التونسية لعلها تحمل معها مؤشرات إيجابية لتدعيم واستقطاب هذه السوق الوعدة وعبر ضيوف تونس عن أعجابهم بهذه الربوع الصحراوية واعتبرها أهل الاختصاص أنه يمكن استثمارها على أكثر من وجهة إنها تجربة جيدة وأوقات رائعة قضيناها في تونس وجربة وهذا المكان جيد أظن أن الجميع يود المجيء إلى هنا لأن بلدكم رائع I love Tunisia واستبشر بها أهالي قصر غيلان معتبرين هذه الزيارات يمكن أن تزيد من إشعاع السياحة الصحراوية توا جبنا تقريب 170 وكيل أسفار اللي هم معناها احنا جبناهم أساسا باش نعرفوا ببلادنا باش نعرفوا أكثر بالسياحة التونسية باش نعرفوا أكثر بالمناطق الداخلية اللي هي مازلت مش معروفة برشا للمستقبل هو أنه السوق البولندية نجم نخرجوا منها معناها منتوج آخر هو الانسنتف معناها اللي هو رحلات رجال الأعمال نجم نخرجوا منها السياحة البيئية نجم نخرجوا منها السياحة الرياضية والسياحة الثقافية طموح معناتها من الزيارة هذه هو معناتها دحض ما هو كل ما هو معناتها كل حظر السفر على الجنوب التونسي اللي تقوم به السفارات معناتها الأجنبية أو وزارة الخارجية الأجنبية كيف تعريف زاد بالمنتوج السياحي الصحراوي اللي تزخر به الجهه نتاعنا حبينا نعملوا حاجات جديده زي اقامات هذه خاصه بالجهه مش موجوده في اي مكان عندنا رحلات في داخل الصحراء عندنا اكلات خاصه هنا كما الكوشه كما خبزه الملك 120 الف سائح بولندي سيزورون تونس خلال هذا الموسم السياحي لسنه 14 و2000 رقم مرشح للارتفاع خاصه بعد فتح خط جوي مباشر من فارسوفيا في اتجاه الجربة في سيدي بوزيد يتواصل مهرجان التسوق هذه الأيام تظاهرة تجارية ولئن تعددت المعروضات فيها وتنوعت فإن الآراء تباينت حول أهميتها حركية اقتصادية تتميز بها هذه الأيام سيدي بوزيد وذلك بتواصل فعاليات مهرجان التسوق والذي تشهده المنطقة إلى غاية 30 من شهر أفريل الجاري ورغم أهمية هذا الحدث الاقتصادي والحركية التي أضفاها فقد تباينت الآراء حوله الإقبال عليه مش برشا كيما قبل أسخاص ظروف البلاد ماشي هي معنا واش كيما قبل معنا تو تعرف ظروف البلاد شوية في معنا في الجمهورية كاملة معنا فهمت معارض معنا طاحت شوية أكثر الأقل سنة بتبيع خير من عام ناول ولا عام ناول كل عام يتحسن المعرض في تحسن وبالنسبة للوكال الجديد وإقبال به سنة خير من عام ناول وكل عام يتحسن على المستوى التنظيمي مستوى التنظيمي خارق العادة هاي
ورغم أهمية المعروضات وتعدد المنتوجات فإن آراء الزائرين قد اختلفت بين من يطالب بالتجديد خلافا للدورات السابقة وبين من يشجع هذه المبادرات الاقتصادية. والله معرض باهي والكل، أما نفس الحاجات نشوفه فيها كل عام. نطالبوا القايمين، هذاك علاش احنا توا نطالبوا القايمين بالمعرض باش ينوعوا لنا شويه وكل عام يجددوا لنا، خاطر كل عام نفس الحكايه. معرض تاع سنه مزيان تحفون، فيها جابوا برشا حوايج جدد كيما الفخار كيما الدبش جديد. تو انا واحده من الناس نحب نجي نتفرهد فيه المعرض، ومعناتها فيه برشا حوايج تحفون. يودنا المعرض يتشجع لانه متنفس الاهالي سيدي بوزيد، ثم يحدث حركيه اقتصاديه داخل الجهه. حركية تجارية ميزت سيدي بوزيد هذه الأيام، ولئن اختلفت الآراء حول قيمة هذا الحدث الاقتصادي يبقى مهرجان التسوق في نسخته الحالية متنفسا اقتصاديا هاما. سيكون فريق المستقبل الرياضي بنفذ لكرة القدم صنف مدارس على موعد في 21 من أبريل القادم الجاري مع انطلاق دورة دولية في كرة القدم ستحتضنها العاصمة الفرنسية. الفريق ورغم إمكانياته المحدودة فإن أماله كبيرة في تحقيق نتائج محترمة. على الرغم من محدودية الإمكانيات المادية، تمكن فريق المدارس للمستقبل الرياضي بنفزة من التألق وطنيا ودوليا، حيث سيشارك في الدورة الدولية الودية كريستو كاب والتي ستقام بكريتاي بفرنسا في الأيام القليلة القادمة كممثل وحيد لتونس والقارة الإفريقية بهذه الدورة الهامة. أهم نشاط قمنا به السنة هو مشاركة صنف المدارس في الدورة الدولية الودية في باريس في كريتاي. ان شاء الله باش نسافروا نهار الجمعه 18 ابريل، والعوده ان شاء الله تكون نهار 23. نجاح كان ثمره مجهودات مختلف الاطراف الفنيه والاداريه للاحاطه بهؤلاء الشبان ودعمهم ومتابعه نتائجهم الدراسيه بكل جديه، رغم ما تعرفه رابطه الهواة من صعوبات، حيث يفتقر ملعب هذا الفريق العريق الى ابسط المرافق الضروريه لممارسه النشاط الرياضي. في الشهر هذا جينا لكريتاي في فرنسا، عندنا دوره زاد ان شاء الله بخطه ربي، حتى كان ما فزناش نعملوا نتائج باهيه مشرفه ونشرفوا تونس. غاديين نعملوا في نتائج طيبه ونربحوا باش كي نمشيو لفرنسا يبدا المورال مرفوع، وماشيين باش نمثلوا الدرابو نتاع تونس وان شاء الله نروحوا بالدور. تعرف الرياضه معناها تمشي اون باراليل مع الامور الاقتصاديه، ان شاء الله لفته، وخاصه الصغار هذوما راهو الوحيده في شمال افريقيا ماشي باش تمثل شمال افريقيا وتونس، وان شاء الله ربي يشرفونا. مسيرة استثنائية لفريق المستقبل الرياضي بنفزة، حيث تمكن من التفوق في مختلف الأصناف في انتظار دعمه والإحاطة به جهويا ووطنيا. بهذا نصل لختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بعناوينها. خلال ندوة صحفية، هيئة الدفاع عن عائلات شهداء الثورة وجرحاها تصف الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية بالجريمة في حق الشهداء. بذور مستوردة تسبب خسائر فادحة لعدد من الفلاحين في ولاية صفاقس ورجوع للقضاء لاسترداد الحقوق. ممثلو وكالات الأصفار البولونية يواصلون زيارتهم الاستطلاعية الترويجية ويحلون بقصر غيلان في الجنوب التونسي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.